بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Fractures. Fractures المقصود بها الكسور، معناتها is a complete or incomplete disruption in the continuity of bone structure، وهي حالة من القطع الكامل أو الغير كامل لاستمرارية النسيج العظمي. When bone is subjected to a stress greater than can absorb, adjacent structures are affected, resulting in soft tissue edema and hemorrhage into the muscle and joints, joint dislocation, ruptured tendon, severed nerves, and damaged blood vessels. طبعا هنا ما معناه انه هواني عندما يحصل الكسر في العظم، هنا راح يكون العظم معرض الى ستريس اكثر ما يتحمله، ولهذا يحصل هذا الكسر. يعني يكون القوة اللي متوجهة على العظم اعلى من قوة العظم، لهذا يكسر العظم. وايضا تتأثر الستركتشرز المحيطة به مثل العضلات، النيرفز، الفازلز، السكين، كلها ممكن أن تتأثر، ويحصل عندنا soft tissue edema، يصير حالة الانفلاميشن لأن عندنا حالة كسر، ولهذا الفلويدز تحاول إنه أي حالة انفلاميشن تكون توجه إلى المناطق اللي يصير بها الانجري. وأيضا يصير عندنا هيموريد، نزف into the muscles and joints، المفاصل والعضلات. joint dislocation أيضا يحصل عندنا خروج المفصل عن موضعه. ruptured tendon وإصابة للأوتار وإصابة للنيرفز وأيضا إصابة للblood vessels، وهذا يؤدي إلى حصول injured organs by the force that cause fracture. فإذا كان مثلا الأضلاع، مثلا إذا صار بها كسر، ممكن أن تأثر على الأعضاء القريبة منها اللي هي مثلا الرئة، وهذا ممكن أن يسبب أذى كبير وقد تؤدي إلى الوفاة. ما هي الكوزز؟ direct blow اللي هي direct blow اللي معناتها أنه يتوجه صدمة قوية باتجاه جزء من العظام الموجودة بالجسم. يعني مثلا ضربة مثل ما يقولون بوكس يجي على الوجه، مثلا هذه الضربة راح تؤدي إلى مثلا كسر في جزء من عظام الوجه، أو ضربة تأتي مثلا على الذراع، تصيب الذراع بالكسر، فما يكون الإصابة شاملة التراشينج، يعني إنه الجسم أيضا يعني متجه باتجاه هذا الجزء اللي هو جاي بقوة على الجسم ومسبب له هذه الإصابة. أما بحالة الكراشينج فورس، كراشينج فورس يعني جسم الإنسان ويحصل به ارتطام مع جسم آخر، يعني فيكون سيستماتيك لجسمه كله يتأثر، وممكن عظام أكثر من جزء في الجسم ممكن تصاب بالكسر، فهذا كراشينج. يعني مثلا ارتطام السيارة مثلا بقوة، أو سقوط الشخص من مرتفع، هذا ما ممكن أن نقول مثلا جزء من الجسم هو اللي تأثر، ولكن هنا كل أكثر الأجزاء الموجودة بالجسم والعظام الموجودة بالجسم تتأثر. sudden twisting motion، هنا عندنا ممكن أثناء مثلا لوي الذراع أو لوي الساق تؤدي هذه إلى حصول يعني كسر نتيجة الاستمرار بلوي العظم، وهذا يؤدي إلى قوة كبيرة مفروضة على العظم تؤدي إلى كسر. extreme muscle contraction، وهذا أيضا يحصل عندما يكون هناك شدة أقوى وأكبر باستخدام contraction of muscles،
يعني مثل شخص يرتطم بالباب حتى يحاول أنه يفتحه وتؤدي إلى كسر مثلا الذراع، أو مثلا أشخاص اثنين يرتطمون مع بعض ويؤدي هذا إلى كسر الذراع. هذه مثال على نوع الاكستريم مصر كونتراكشن. أنواع الفراكتشرز، عادة عندنا نوعين من الفراكتشرز، أما كلوز فراكتشر أو أوبن فراكتشر. الكلوز فراكتشر هو السيمبل فراكتشر، يعني كسر يحصل فقط في داخل العظم نفسه ولكن لا يؤدي إلى كومبليكيشن، مثلا ما يخرج العظم عن مكانه، يبقى ملتصق ولكن فقط بيناتهم العظمتين اللي صار بهم، هي اصلا كانت عظم واحد واصبحت عظم مكسورة. هذا الكسر موجود يبقى ولكن متقارب، هذا واحد. اذا ما راح يسبب اي بريك ان ذا سكين، يعني ما يكون معقد. open fracture لا، هنا أنا open fracture معناته الكسر يكون، أما يكون compound، وهنا أنا compound يعني مركب، يعني أكثر من جانب يكون، يعني خروج العظم عن مكانه، وأيضا يسبب هذا الخروج إلى قطع في المسلز والبزلز والنيرفز والسكين، فإذا هو compound. أو يكون complex. كومبلكس كلمة، مجرد أن نقول open fracture هو complex fracture، يعني معقد، كسر معقد، يعني دي أكثر من كسر وصعوبة إعادة اصطفاف الأجزاء المكسورة بالوضع اللي يكون يساعد على الالتئام، فيسموه complex. وهذا عادة بكلتا الحالتين يحصل عندنا يعني سكين بريك ووند يصير عندنا خارجي. نلاحظ السيمبل فراكتشر مثل ما قلنا هو يصير كسر ولكن يبقى العظم ماخذ the same shape، ما متغير بأي شيء، فعملية الالتحام تكون simple وأيضا ما بيها أي مشاكل. أما الكومباوند اللي قلنا عليه هو انكسر العظم ولكن خرج من يعني طرف العظم هذا خرج من مكانه، وهذا الخروج أدى إلى مثلا قطع بالبصل والبصلز والنيرز، خروجه حتى من السكن. بينما الكومباوند، شوف الكومباوند أكثر من جزء متكسر بالعظم، هذا صعب أنه يعني يرجع إذا ما يكون إعادة اصطفاف الشظايا المكسرة واللي تأخذ مكانها بشكل صحيح. طبعاً أكيد رح يصير تقزم بهذا الطول للعظم نتيجة هاي الكسور المتكدسة في مكان واحد. Comminuted fracture، هنا هذا يكون بشظيتين أو ثلاثة يعني موجودة، يعني كسر مو بس كسر بين عظم واحد وصار إلى جزئين، ولكن رح يكون جزئين وأيضا يكون هناك شظايا اثنين أو ثلاثة موجودة. open fracture graded according to، احنا عادة هذا open fracture مستويات مثل ما لاحظتوا مثل ما شفتوا بالصور، ممكن يكون grade 1 أو ممكن يكون grade 2 أو ممكن يكون grade 3. إذا قلنا grade 1 يعني معناته هنا بسيط جدا، يعني كسر صح هو open ولكن الwound رح يكون clean، less than 1 cm long، يعني طول الجرح اللي موجود أقل من سنتيم، فهذا معناته إنه هنا الكسر نعتبره open fracture ولكن grade 1. أما إذا كان الwound larger wound أكثر من 1 cm ولكن without extensive soft tissue damage، يعني أكو soft tissue damage ولكن ليس بالشكل الكبير جدا، يعني كسر ولكن نعتبر لا هو جدا بسيط ولا هو جدا قوي، هذا يكون grade 2. grade 3 is highly contaminated،
هذا ممكن أن يكون ملوث جدا، بمعنى أنه ممكن يكون الكسر حصل في منطقة ملوثة وأدت هذه إلى extensive soft tissue damage، يعني بمعنى أنه هواية من المصلز والنيرز صار بها قطع وصار bleeding نتيجة البازل injury، وهذا ممكن أن يكون أكثر خطورة. طبعا أكو other classification مثل ما تعرفون، ممكن يحددوها حسب اللوكيشن وين مكان الكسر. الكسر مو دائما ممكن أن يجي في وسط العظم، ممكن أن يجي في الطرف القريب أو يكون هذا نسميه البروكسيمال، أو يكون بالميد شاف اللي هو يكون طولي، أو يكون ديستال بعيد الجزء البعيد عن الجسم. طبعا باي ديجري اوف بريك، وايضا ممكن يقاس تصنيف الكسور الى درجه الكسر اللي حصل. فمثلا نقول جرين ستيك فراكشر، واللي يعني انه هو عنده بارشال بريك، يعني هنا يصير طول العظم ينكسر ولكن اتجاه الكسر يصير بطول العظم، يعني باتجاه طول العظم وليس عرضي. By character of any fracture bone fragments، طبعا من النوع الآخر ممكن أن يوصف حسب نوع الشظايا من العظام المتكسرة، مثل comminuted fracture has more than two fragments، أكثر من شظيتين يكون موجود بها، فإذا هو comminuted. Intra-articular fracture، وهذا عادة يحصل عندما يعني يتأثر الجوينت بسبب أنه يمتد الكسر إلى حد الجوينت عظمة الجوينت. clinical manifestation، من أهم الأعراض اللي صاحب الكسر هي البين. عادة البين يكون severe pain until the bone fragment is immobilized، من يتم تثبيت الكسر وتجبيسه مثلا او اجراء اي اجراء اخر حتى نمنع الحركه، نشوف انه يصير توقف للالم. lose of function، ايضا الطرف المكسور شلون احنا نعرف انه هذا الشخص عنده مثلا رضه او عنده كسر؟ عادة في حالة الكسر هذا الطرف المكسور بعد ما يقدر يقوم بالعمل أو ما يقدر يقوم ب مثلا إذا كان ساق ما يقدر يمشي عليها، وإذا كانت إيد ما يقدر يحمل فيها أي شيء، فهذا دليل على إنه هو كسر. deformity أيضا ممكن وأكيد إنه يحصل عندنا تشوه، مثلا هذا التشوه ممكن أن تعرفون العظم هو شكله مغزلي وناعم يعني اتجاه واحد، العظام مختلفة صحيح ولكن غالبا ما يكون هو أما في مناطق يكون أطراف وهو هذا السائد دائما، أو ممكن يكون بالسباين بالفيرتبرا، أو يكون مثلا بالحوض، هذه البنان العظام تكون مختلفة الأشكال، فممكن أن تأثر حتى على يعني سبب تشوه الطرف هذا المصاب. هذا شنو هو المكان اللي صار بالكسر؟ راح يتشوه نتيجة ان الالتئام قد لا يكون حصل، والشكل اللي كان عليه قبل الكسر رجع كما هو، لا وانما صار نوع من الالتئام الغير صحيح وادى هذا الى حصول كأنما تكتل عظمي في مكان الكسر فيسبب deformity، يعني يصير تشوه. shortening العظم أكيد بعد الكسر راح يكون أقصر، لأنه قلنا شظايا موجودة، وهي ممكن أن أي حالة كسر راح تؤدي إلى صغر طول العظم. الكريبيتاس اللي هي الطقطقة اللي موجودة في عندما يتحرك الطرف المكسور نتيجة الشظايا. swelling and discoloration أيضا رح تصير عندنا حالة الأوديما، يعني أي طرف يسبب كسر
رأسا نشوف من ما يميز صح الألم، ولكن أيضا يصير حالة swelling، وأيضا ممكن إذا صار نزف داخلي ممكن أن يسوي discoloration، يعني تغير باللون المنطقة المكسورة، وهذا معناته نسميها عادة هذا الإزرقاق، البقعة الكبيرة الزرقاء نسميها إكيموسيس. Kinds of fracture complications، يعني أنواع المضاعفات الكسور. طبعا هذه الكسور أول مشكلة ممكن أن أو مضاعفات ممكن أسببه هو الشوك، وخاصة الهايبوفوليميك شوك. الهايبوفوليميك شوك ناتجة عن حالة الهيموريج، فقدان الدم، يؤدي إلى يعني خسارة الجسم إلى كميات كبيرة من الإكسترا سيلولار فلويد، واللي ممكن أن يكون يتوجه إلى الدامج تشو، يعني قلنا راح يسبب أوديما، هذا السائل اللي ترك الأوعية الدموية وتوجه إلى مكان الكسر وسوى حالة الأوديما، خلى الجسم كأنما فقد الكميات الكبيرة من السوائل، وهذا يخلي الشخص ممكن أن يفقد وعيه. وعادة في كل حالات الشوك يصير عند المريض حالة الهايبوتنشن. ما هو التريتمنت للهايبوفوليميك شوك؟ طبعا بغض النظر عن إذا كان أكو مثلا هيموريد أو كذا، إحنا ما يهمنا أنه كمعالجة كأي معالجة للهايبوفوليميك شوك هي restoring blood volume and supply، لازم نعوض الشخص اللي فقد هذا الدم أو هذه السوائل بسوائل أخرى. 2 relieving the patient pain، لازم نوقف الألم، لأنه وجود الألم راح يخليه يتحرك، وحركة هذه ممكن أن تخلي يعني ظل يتألم ويزيد الألم عليه، بسبب انه مدى يقدر يحافظ على حالة الإيموبيلايزيشن. Provide adequate supplement، أن يتوفر عند الشخص نوفر له نوع من السدية إذا كان الطرف الساق، يعني حتى يتم نقله، وإلا ما ممكن حمله بالأذرع ويصاله للمستشفى، لأن يعني هذه ممكن أن تسيء إلى المكان الكسر وتجعله معقد أكثر، لهذا لازم تتوفر فد سدية تكون يعني تحافظ على استقامة الجسم عندما يتمدد المريض عليها. Provide أيضا protecting the patient from further injuries، لازم نحافظ على المريض من أي إصابات أخرى، بمعنى أنا ما أحرك المريض لأنه احتمال هو عنده فراكتشر بالفرتبرا، وإذا تحرك هاي الفقرة المكسورة ممكن الجزء المكسور يكون يقطع السباينال كورد ويسبب مشاكل أكبر، واللي يسبب مثلا الشلل في الإنسان. فات إمبوليزم سندروم، هذه طبعا الفات هي الجزء المكسور من العظم، يحتوي على فات سيل اللي هي الفات جلوبيولس، وهذه عادة هاي الكرات الدهنية ممكن تتحرك إلى داخل البلد، والسبب في هذا سببين حقيقة. أولا المارو بريشر اللي هو الجزء الداخلي من العظم، الضغط بيكون أكبر من الضغط الموجود في الأوعية الدموية الشعرية، فلهذا السبب تحرك الفاتي سيل من العظم إلى داخل البطن. الثاني البيتد كاتيكولامين، والكاتيكولامين هو الإبنفرين والنور إبنفرين طبعا اللي هو الأدرينالين، وعادة نحن نعرف الأدرينالين هو بازو كونستركتور، بمعنى أنه أي إنسان يحصل عنده كسر راح عنده يصير سترس، والسترس هذا يؤدي إلى توتر الإنسان وخوفه الشديد،
وعواقب هاي المشكلة اللي حصلت يعني في لحظتها لما نصير لما يصير الكسر. فطبعا هذا راح يخلي mobilize the fatty acid، الدهون الأحماض الدهنية اللي موجودة راح تبدي تتحرك، وهذا ممكن أن يكون fat globules واللي هو يروح إلى داخل مبلغ سترين. إذن الأعراض اللي ممكن أن ترافق حالة الفات إمبوليزم فيما لو لا سمح الله حصلت، أن تسبب الهايبوكسيا والتكيبنية and بايركسيا يعني صعوبة التنفس وسرعة التنفس اللي يكون تنفس صافي، والبايركسيا اللي هي الحرارة. مانجمنت هنا المعالجة تكون immediate immobilization of a fracture، لازم أول ما يوصل المستشفى عملية immobilization تكون خطوة رئيسية وأساسية، لأن مجرد أن يصير immobilization رح يرجع مكان الكسر إلى الوضع الطبيعي حتى يسهل عملية الالتئام. اثنين، من ضمن الأشياء اللي لازم إحنا أيضا نعرفها انه دائما الكسور تحصل في الناس اللي هم هاي ريسك، وعادة هذول يكونون بين 20 سنة الى 30 سنة، واللي يكونون هم دائما يعني معرضين الى انه يتحركون حركات سريعة وقفزات قوية ممكن ان تسبب هاي الكسور. اوكسجين ادمنستريشن ايضا يساعد على يعني توفير اوكسجين الى الجسم ويقلل من حالة صعوبة التنفس. كورتيكوستيرويد ممكن أن تعطى للمريض حتى تعالج حالة الانفلاماتوري لانج رياكشن اللي نتيجة هذا ممكن أن يتوقف التنفس عند المريض، فحتى الكورتيكوستيرويد تزيد من إمكانية إعادة التنفس. فازو أكتف ميديكيشن تو سبورت كارديوفاسكولار فانكشن أند بريفنت هايبوتنشن. طبعا هنا البازو اكتف ميديكيشن هي ادويه تساعد على اعاده توسعه الاوعيه الدمويه او زياده تقليص الاوعيه الدمويه حتى ترفع الضغط مره ثانيه وتمنع حصول حاله الهايبوتنشن. المورفين ممكن ان يستخدم في المرحله الاولى فقط حتى يساعد على تخليص المريض من حالة الأنكزايتي. دائما المريض في بداية الإصابة يكون في حالة من الستريس غير طبيعي وخايف انه الكسر ممكن ان يسبب مشاكل له، فيكون خايف بشكل اكثر من الطبيعي. المشكلة الثالثة هي compartment syndrome. في هذه الحالة compartment syndrome هي ما يحصل ادمان انه المريض راح يجي عندما يحصل الفراكشر المسلز تكون عادة تحتاج الى تروية tissue perfusion in the muscles is less than that required for tissue availability. هنا الشخص عادة يصير الكسر يبي complain from deep thrombing and relenting pain not controlled by opioid. عادة يكون يحصل تقلص شديد for the muscles reduction of the muscles. هذا reduction of the muscle compartment size يعني يقلص حجم العضلة و because of enclosing muscle fascia. وعادة هاي الفيشيا تغطي المصل وتكون يعني شلون making closing عليها، وهذه تكون too tight or يعني يكون عندنا dressing is constructive. فالتقلص اللي راح يحصل بالعضلة وأيضا حركة السوائل إلى داخل هذه حالة الإدمة ما يزيد من حالة المصل كومبارتمنت صعوبتها، لأن السوائل أيضا تدخل إلى داخل العضلات
وهذا او الهيموريج اللي راح يصير ايضا، النزف اللي راح يكون موجود راح يكون ايضا في هذه المنطقه، فراح يسبب لنا مشاكل كثيره، وممكن تؤدي الى اصابات. شوفوا هنا الكومبارتمنت سندروم، احنا عندنا كل عضله من العضلات اللي تلاحظوها اكو فد اطار داير مدايرها ابيض، هذا الاطار هو الفيشيا. الفيشيا هي طبقه ترانسبيرنت لاير، طبقه شفافه. هذه الطبقه الشفافه تقوم يعني بالاحاطه بهذه الطبقه من العضله. طبعا ما ممكن يكون الاستيسيتي بها عاليه، لا تكون جدا محدده الحجم. فمن يجي هذا السائل، اذا تلاحظون هنا هذا السائل اللي موجود اللي لونه ازرق، هذا يكون هو وجوده يزيد من حجم المساحه اللي ماخذها المصل. طبعا المصل ما تقدر تتوسع، وهذه الفاشية تكون ضاغطه عليها من الخارج، فهذا كله راح يسبب compartment syndrome. ومعنى كلمة compartment syndrome unrelieved pain، يعني ألم لا يمكن إيقافه حتى لو انطينا أدوية، حتى لو انطينا علاجات. طيب هنا نتركها، لا يمكن، لازم نعالجها، لأن إذا ما عالجناها هذه ممكن تضغط حتى على الأوعية الدموية وتسبب نكروسيس وإسكيميا ومشاكل ممكن لا تعد ولا تحصى وتسبب نكروسيس. فلازم تحل. كيف تحل؟ تحل عن طريق الفيشيوتومي، وكنا الفيشيا هي الطبقة اللي يرفع، فيشيوتومي هي قص الفيشيا، مثل ما تشوفون بهاي الصورة شلون يقصون الفيشيا بخط طولي وفتح الجلد ومنطقة الفيشيا حتى تساعد على relieving of muscle. نعم. management، المعالجة هنا elevation of the extremity to the heart level، نرفع الساق إلى مستوى القلب أو الطرف، يعني ممكن يكون إيد أو ساق. releasing the restrictive devices اللي هي the dressing أو the cast، وهذه ممكن أن تساعد يعني على إذا كان هو الكاست ضاب بشكل، يعني مرات هو التجبيس يكون بشكل خاطئ فيضغط بشكل جدا أكثر من اللازم على الكسر أو على الذراع اللي هي مكسورة على الطرف المكسور، فيحتاج هنا الفيشيوتم مثل ما موجود مثل ما قلنا اللي هي السيرجيكال ديكومبريشن، يعني تخفيف جراحي with excision of the fibrous membrane covering and separating muscle. دائما اللمب is splinted، دائما الطرف هذا لازم يكون يعني يسند بوضعية تكون functional position، الوضعية اللي عادة يكون هي عليها صحيحة، وأيضا elevated يرفع الطرف، يعني إذا كان ساق يرفع تحت مخدة، إذا كانت إيد لازم ترفع إلى الأعلى بالترابيز. passive range of motion exercise every 4 to 6 hours، كل 4 إلى 6 ساعات نحرك المفاصل حتى بشكل passively، يعني الممرض يقوم بعمل التحريك، يعني المريض راح يكون غير قادر على تحريكها فوقا من الألم. After swelling has resolved and tissue perfusion, the wound is closed. طبعا بعد ما يصير عملية إزالة السويلينج راح يرجع وضع العضلة والطرف يعني إلى الوضع السابق بدون أي توسعات بالمساحات. فممكن أن الجرح هذا اللي سوينا الفيشيوتومي يسد، هذا أيضا فيشيوتومي شوفوه بالصورة. نأتي إلى deep venous thrombosis، وعادة deep venous thrombosis تحصل غالبا للمرضى اللي هم يصابون بإصابات الكسور واللي يبقون داخل المستشفى واللي ممكن يبقى بالسرير لأشهر،
وهذا طبعا نتوقع انه الديجينس ثرومبوزيس هي النتيجه الحتميه لعدم الحركه. وثرومبو امبوليزم ممكن انه تتكون فتره وتتحرك، وممكن بالمونري امبوليزم توصل امبولس يعني توصل الى الرئه. وهذه عادة السبب يكون هو عندنا reduce muscle contraction and bed rest، عدم الحركة ممكن أن يسبب تواجد هذه الخطرة. طبعا احنا لازم كمانجمنت نسوي monitor patient and teach patient، مو بس أراقب المريض لوجود هاي المشاكل، ولكن حتى لازم أسويها teaching إنه لازم هو يراقب المريض الـ sign and symptom of infection. مثلا الـ tenderness، شنو معنى الـ tenderness؟ الـ tenderness هو الإيلام، يعني ما يبين الألم إلا إذا طخيته. pain، pain يبين بدون أن أطخه، يعني هذه مستمرة تكون. redness، احمرار. swelling، ودمة. local warm، ارتفاع حرارة الطرف المكسور. elevated temperature، ممكن نزيد درجة الحرارة مع الجسم كله. purulent discharge، خروج ال ممكن drainage يعني جراحة. antibiotic therapy. فالكسر ممكن أن يحصل كل هاي الأمور بي، ولهذا واحدة أيضا أخرى من complication هي delayed union and non-union. طبعا هنا delayed union مقصود بتأخر الالتئام، وعادة يتأخر الالتئام لما الهيرينج does not advance at a normal rate for location and type of fracture. عندما يحصل هذا delayed union يكون لما عملية الـ healing process ما تمشي بشكل صحيح. ومكان الكسر أيضا يكون واحد من العوامل اللي تأثر إلى delay of union. هنا أنا طبعا هذه ترافق بأما أن الشخص يصير عنده infection أو عنده destruction of bone fragments، يعني تتباعد هذه البون فراجمنت وما تكون موجودة بشكل يعني ماخذة المكان الصحيح اللي كانت فيه قبل ما ينكسر العظم. وإمبيرد بلود سبلاي، وعدم وجود دم يصل إلى الأوعية الدموية. نان يونيون اللي هي results from failure of the end of fracture bone to unit. هنا ما يحصل عندنا أي التئام، يبقى المريض نايم على السرير أشهر ولكن لا يحصل أي التئام. وهذه أسبابها هنا الشخص يشعر بمايل، شلون يعني نحس إنه هو عنده نايم، نتيجة هذا ممكن يحصل عنده discomfort شديد. movement at the fracture site، من يحرك الطرف يحس انه هذا الطرف يعني اكو فد حركة مكان الكسر. factors computing، ممكن ان يكون fibrocartilage، ممكن ان تتكون مادة شلون تقول مثل الغضروفية وفايبروسيس، وهذا يكون بالعظم المكسور وسبب عدم حصول الالتئام. طبعا في هيك حالة ممكن تعالج عن طريق البوني جرافتينج. البوني جرافتينج نوعين، اما اوتو جرافت يعني من نفس الجسم ياخذون من مثلا الياك كريست، وهي دائما هاي المنطقة اللي تستخدم لأخذ العظام حتى نعوض مكان التباعد بين طرفي الكسر. وأيضا الألوغرافت واللي هو عادة يكون من شخص آخر، من دونر آخر، وغالبا يعني أهمني يكون الرقم واحد هي اللي أكثر شيوعا إنه يأخذون من نفس الشخص.
طبعا management after grafting، المعالج العناية بعد الجرافتينج راح تكون أكيد بالضبط كأنما هل هستوني بدينا في عملية الكاستينج والتجهيز وهاي الأمور. أول شيء immobilization، ثانيا نوصل مرض أن يحاول أن يزيد من وزنه لأنه ما عنده حركة فما يأكل هواية أو ما يأكل أمور لها تساعد على السمنة. pain management معالجة الألم، monitor patient for sign of infection at the site، لازم نراقب المريض لأي علامات التهاب في الطرف، و wound care وال emotional support. طبعا emotional support مهم جدا لأن المريض يبقى أشهر في المستشفى فأكيد يمل من هاي الحياة ويريد أن يرجع لعائلته. نرجع إذا حصل الفراكتشر وصار إنه يعني إنه أكو تدخل طارئ لحل هاي المشكلة. فرضا الشخص صار عنده حالة سقوط من البيت بالبيت مثلا من مكان عالي وصار عنده كسر في داخل البيت، ما هي الإجراءات بالحالات الطارئة؟ هنا immobilization of body part before patient is moved، يعني أهم شيء أمنع أي حركة للمريض وأمنع أي شخص يحاول يحرك المريض يعني حتى ما ممكن ما نسبب أذى أكثر من هذا للمناطق الأخرى. support extremities above and below the fracture site to prevent rotation، أمنع يعني أحاول أن أثبت بالإيدين ينات المنطقة اللي من طرفي الفراكتشر حتى شنو امنع انه تتحرك هاي العظام المكسوره بداخل نتيجه هاي التحريك وعدم وجود سبورت ممكن ان تبتعد العظام الى مكانات اخرى فتصير عمليه الهيلينج صعبه. adequate splinting to prevent soft tissue damage، لازم نوفر شلون نقول اسناد حتى نمنع حصول السوفت تيشو دامج. الاسناد اللي هو سبلينتينج يعني مثل السدية اذا كان بالايد نخلي جوه الايد ايضا قد قطعة تكون افقية ناعمة حتى تبقى الايد بحالة افقية. firmly bandaging bandaged over clothes، عادة نلف هذا المريض اللي خليناه على السدية نلف عليه باندج حتى ما يوقع من السدية ويسبب لنا مشاكل أخرى. وعادة الجرح إذا شفنا مثلا أكو جرح صار خروج العظم من الجرح فبهيجي حالة نضع قطعة نظيفة وفضل أن تكون استرال. طيب راح تقولوا لي شلون نسويها استرال؟ ممكن أن نكويها، هذه تسوي واحدة معناتها عقمناها وهذا راح يمنع الكونتامينيشن للديب تشو إلى أن يصل المريض إلى المستشفى. وما نقوم بعملية الريديوس أوف بروتودينج فراكتشر، ما لي علاقة بهذا الموضوع، هذا هو طبيب هناك المستشفى ويقوم به لأن هاي عملية يحتاجها. The clothes are gently removed، وهذا عادة ننقصهم إذا كان مثلا بنطرون ما أقدر أسحبه أو أنزع لي فيكون بعملية القص يساعد هذا حتى ما نسبب أي مشكلة للمريض. نجي إلى المريض بعد ما وصل إلى المستشفى. reduction of fracture، أول شيء إذا كان نوعين عندنا من reduction of fracture يعني العظم اللي يطلع من الجلد حتى يرجعوا، أما يكون يعني مرات يعني ما يحتاج إنه هو يطلع يعني هو عندك أنت كسر ولكن ما خرج من الآن، هذا يعني يكون closed reduction يعني ما يحتاج إنه أني أدخل عمليات وهذا، ولكن يحتاج إلى bringing the bone fragments into position يعني الطبيب مثلا هو الممرض أو طبيبين أو ممرضين يحاولون أن يعدلون العظم وهو يتقارب إلى الوضع اللي كان عليه قبل الكسر.
وهذا ما يولي يحصل، فيستخدمون اتراكشن. ايوه، وهذا الاتراكشن اللي هو عملية السحب، سحب الطرف. X-ray is obtained to determine that the bone fragments are correctly aligned. يعني طبعا X-ray قبل الكسر يسووها، وبعد ما عملية السحب اللي يسووها ايضا يسووها مرة ثانية حتى يشوفونها انه اخذت وقتها ورجع العظم الى وضعه الصحيح. طبعا التراكشن اللي هو السحب يستخدم به أثقال عادة، وتكون على الطرف السفلي للسرير مدلات بحبال مربوطة بالساق، وحتى شنو يساعد على سحب العظم المكسور إلى وضع الصحيح. ولازم يصير عندنا reduction of يعني ما يصير عندنا تحريك في حالة immobilization. أما open reduction، هنا open reduction لا، لازم يكون surgically، لازم ينفتح الجرح ونوصل إلى العظم المكسور بالعملية. الأطباء يقومون بعملية ربط هذه العظمين المكسورة حتى يصير عندنا traction، يعني عظم حتى أجيبه إلى وضعه ما أقدر أحركه بالإيد، ولهذا يحتاج إلى أنه أربط هذا العظم اللي ابتعد عن مكانه حتى يرجع إلى مكانه الصحيح. أربطه ب يعني بنس اللي هي البسامير الطويلة، واللي هي تكون تخرج من الجلد من الطرفين، وتثبت عليها الحبال اللي قلنا عليه تستخدم for traction. فهذا راح يسوي إنه عملية السحب تكون يعني open reduction. وهذه العملية اللي صارت واللي وصل بها الطبيب إلى للعظم داخل العملية، فهذه يسموه internal fixation device. يستخدمون هاي المواد اللي قلنا عليها مواد معدنية اللي هي سكرو أو بليت أو نيل، يكون مثل بسامير أشكالها، وهذه تستخدم حتى تخلي الأجزاء اللي هي fragments of the bone في مكانها وما تتحرك من مكانها لما يصير يعني حتى يصير الالتئام وبدون مشاكل. طبعا هنا لما الهيلينج أثر، هنا يصير عندنا permission for the procedure is obtained، لازم ناخذ موافقة المريض على إجراء العملية. analgesic is administered، أيضا الأدوية المهدئة تستخدم. anesthesia may be administered، والأدوية المستخدمة في التخدير أيضا تكون تعطى للمريض. gentle handle of injured extremity، وعندنا أيضا استخدام اللطيف أو الهاء الجيد بدون أن يكون بأذى على المريض للمكانات اللي تكون injured. 2 immobilization، bone fragment must be immobilized مثل ما قلنا حتى تبقى قريبة من العظم المكسور وبالتالي يصير بها التئام. وأيضا نسوي held in the correct position and alignment until union upper، وعادة لازم نخلي المريض في وضع correct position وبالقوام الصحيح حتى يصير union التئام. external fixation اللي هي التثبيت الخارجي، نستخدم بيه bandage أو كاست من برا، يعني مو داخلي. سبلنت مثبت الطرف. continuous traction يعني عملية السحب المتكررة. or external fixation مثل ما قلنا. metal implant used for internal fixation مثل ما قلنا، إذا كان داخلي يعني لازم عملية، إذا كان خارجي من برا السكن نسوي عملية الكاستين. maintain and restore function، هنا حتى نحافظ على الوظيفة مالت الطرف ونحاول انه نرجعها.
طرف نفسه لازم يصير إليفيشن دي إلى مستوى القلب حتى نرجع السويلنج الفلويدز اللي تجمعت في الطرف المكسور إلى القلب. مونيتور نيورو فاسكولار ستيتس، وهي تشمل نيورو فاسكولار ستيتس ثلاث أشياء مهمة وأساسية: سيركوليشن، هل وجود الدم يعني يوصل للمنطقة أو الطرف المكسور أو لا. شلون أشوفه؟ من خلال أنه الطرف اللي هو أبعد على الجسم يتم ملاحظة هل هو بارد هل هو شاحب، معناته سيركوليشن أو فضلات ما موجود. زين موفمنت، الموفمنت قدرته على تحريك هذا الطرف، هذه من ضمن الأشياء اللي نكمل. والسنسيشن، السنسيشن هو الإحساس عند المريض من خلال وغز الطرف البعيد حتى نشوف هل إنه الأعصاب تلفانة أم لا. reassurance position change pain relief energetic to reduce anxiety and restlessness. طبعا هنا دائما المريض يحتاج إلى الدعم، إلى تغيير الوضعية، إلى إزالة الألم باستخدام المهدئات حتى لا يصير عنده anxiety وقلق. isometric exercise and muscle setting exercise، هي تحريك العضلات وهو المريض في السرير يقلص العضلة ويرخيها حتى يساعد على تحريك الدم في الجسم ويقلل من عدم الاستفادة اللي هي disuse of atrophy and promote circulation. nursing management بالكلوزد فراكتشر، مثل ما قلنا الكلوزد فراكتشر اللي هو لما ما يكون عندنا جرح، encourage patient to return to normal daily living activities، يعني يقوم بالواجبات اليومية اللي يقوم بها واللي ما تأثر على المكان الكسر. يعني هنا أنا يصير مثلا ينشط يأكل يبدل وهو جالس على الكرسي. teach patient how to control swelling and pain associated with the fracture and soft tissue trauma. طبعا هنا أنا لما يكون المريض يصير عنده حالة السوالين، نقدر انه احنا نعلم المريض على انه قدر الامكان يرفع الطرف مالته حتى لا يصير سوالين ويسيطر عليه بشكل صحيح ويقلله. ايضا ان نعلم المريض الاكسرسايز، والاكسرسايز هي التمارين اللي قلنا عليها ما تأثر يعني على الطرف المكسور، وانما يقوم بها الطرف الآخر غير مكسور اللي ما بيشي، ممكن أن يقوم بالتمارين بشكل جيد ويومي لأنه ما مكسور، فليش أمنعها من أنه تكون تبقى خاملة أثناء ركود المريض في السرير. teach patient how to use assistive devices like crutches and walker، وأعلمه شلون يستخدم الأكازة والمشاية. أما الأوبر ريدكشن، وقلنا هذه العمليات يسووها، يعني أول شيء إحنا لأنه خروج الكسر من المنطقة المفتحة أو من جرح بالجلد، فهذه تحتاج إلى تيتانوس بروفيلاكسيس، يعني الوقاية من الإصابة بالجزاز عن طريق إعطاء الجزاز كوقاية من الإصابة بالالتهابات. سيريال إرريجيشن، يعني عدة مرات نقوم بعملية الإرريجيشن، والإرريجيشن هنا ما رح نحتاج أن نستخدم قطن أو قوس حتى نمسح الجرح، لا، ولكن عملية غسل من مسافة، يعني ما يكون ما تقرب إيدك لأنه ما عندنا أكو ديبريدمنت، هذه بعضها تكون ان اروبيك اورجانيزم يعني لا هوائيه، يعني تكون جراثيم تسبب تموت للخلايا، فلازم نسوي عمليه اريجيشن ونعطي المريض اي في انتي بايوتيك حتى نمنع ونعالج الالتهاب. دريسنج وستيرال جوز، الدريسنج هي واحده من السيرجيكال اسيسس اللي فيد اكستريميتيز to minimize edema، monitor neurovascular status frequently. عندنا
الآن آخر شيء هو الـ Factor Enhancing Fracture Healing و Factor Enhancing Fracture sorry Inhibit Fracture Healing. نجي على أول واحدة اللي هي العوامل اللي تزيد من حصول الالتئام بالكسور اللي هي الإموبيلايزيشن الصحيح اللي الكسر والفراجمنت لأجزاء الشظايا ماكسيمم بون فراجمنت كونتاكت يعني قدر الإمكان نقارب بين أجزاء العظام من بعضها البعض sufficient blood supply والتأكد من وصول الدم إلى المنطقة proper nutrition تغذية في المريض جيدة hormones the growth hormones thyroid calcitonin vitamin D anaerobic steroids هذه ممكن أن تساهم أيضا في عملية healing process يعني تأثر على الأيض وإلكتريك potential cross fracture واللي هي استخدام الكهرباء في عملية تسريع في الالتئام. أما العوامل اللي قلل من الهيلينج هي اكستنسيف لوكال تراما إن يكون هناك إضافة يعني ضرر قوي وشديد ممكن يكون هذا اكستنسيف لوكال تراما معناته الضرب منطقة تكون متأذية بشكل كلش قوي بون لوس فقدان جزء من العظم جزء من العظم ما موجود inadequate mobilization يعني هو يسوي نفسه immobilized ولكن هو بالحقيقة يتحرك لما ما يكون أحد موجود وهذا معناته حتى لو حركة بسيطة معناته هي inadequate immobilization space between bone fragments هذا أيضا إذا كانت أكو مسافات بعد بين الشظايا مالت العظم راح تقلل من سرعة الالتئام infection local malignancy وجود أي ورم في المنطقة والالتهاب وممكن metabolic bone diseases اللي هي بياجت disease مثلا أيضا inhibit fracture healing irradiate bone radiation necrosis وعادة هنا انتقال النكروسيس من منطقة إلى منطقة لازم هذه عملية الراديكيت يعني التخلص بسرعة من يعني الجزء اللي هي نكروسيس avascular necrosis اللي هي نتأكد ان الأوعية الدموية تعمل وشغالة وتوصل دم ولا هي تموتت intra-articular fracture الكسر اللي ممكن أن يوصل إلى حد العظم النهاية العظمية اللي توصل بالمفصل هذا طبعا لازم نعرف أن السنوفير دي مادة اللي هي الفايبرولايسين اللي هي مادة مميعة للسنوفير وهذه السبب lysis of initial clot أي clot formation تمنعها ليش؟ لأن مو من مصلحة السينوفيال فلويد إنه يكون بين المفاصل حتى يعني تتكون كلوتس وهاي الكلوتس بعدين تتحول إلى جسمان بينس لازم يكون هي أصلاً مادة السينوفيال فلويد بيها مادة فايبرولايسين age العمر اللي هم ناس أكبر من كبار بالسن جداً هذول الهيلينج بروسس بطيء واللي كثرة استخدام الكورتيكوستيرويدز أيضا ممكن أن يكون سبب وشكرا جزيلا لكم.